بالنسبة للإجراءات التي تم إقرارها، تم تحديد أجل 27 جوان 2021 بخصوص هذه الإجراءات، ومتابعة للوضع الصحي تم الإقرار بمواصلة العمل بجملة الإجراءات. وللتذكير فإن جملة الإجراءات التي تم إقرارها تتعلق أساساً بالحظر الجولان على الساعة 10 ليلاً، بتطبيق جملة البروتوكولات وخاصة بالأماكن المفتوحة للعموم وبالنسب اللي مطروحة منذ الفترة السابقة للإجراءات الصحية التي تم إقرارها نسب 50% و30%، إضافة إلى جملة البروتوكولات وخاصة بالنسبة لتطبيق الإجراءات في الدخول للجمهورية التونسية بالنسبة للوافدين. هذا الكل العمل عليه يكون من أجل التوقي، من أجل حصر جميع الحالات اللي يمكن أنها تكون حالات متاع إصابة بفيروس كورونا. وطبعا بالنسبة للإجراءات تعرفوا أنه بالنسبة للأماكن اللي عندها نسب اختطار مرتفع فإنه يمكن تشديد هذه الإجراءات من قبل اللجان الوطنية لمجابهة الكوارث وبإقرار من السادة الولايات.